محمد، إسرائيل تريد من حماس تسليم أسلحتها وبالتالي تعمل لهم على تأمين خروج آمن من المنطقة، هل هذا الطرح في هذه المرحلة في إطار التفاوض هو منطقي لحماس؟ أولا غير منطقي من وجهة نظر حماس لعدد من الاعتبارات. أن حماس تم إضعاف هيكلي واسع لها خلال الأشهر الثلاث أو الأربع الماضية، وده اللي شفناه في استهداف قيادتها وكوادر أساسية فيها، ربما غير المعلن أكتر من المعلن بدرجة كبيرة. تم استهداف بنيتها الصاروخية والقذائفية بدرجة كبيرة، تم القضاء على المخابئ والأنفاق التي تحتمي بها، لكنها في نفس الوقت رغم حالة الضعف والوهن الذي عليها لا يمكن أن تقبل بذلك لعدد من الأسباب. أن ذلك يمثل شهادة وفاء لحركة حماس إلى الأبد، لأنها تخلت عن منطق وروح المقاومة اللي بتستنفر الهمم في هذا التوقيت. هذه واحدة. أن النقطة الثانية، لا تريد أن تعطي لبنيامين نتنياهو كسب المزيد من الأوراق أو كسب المزيد من النقاط في معركته مع حركة حماس في هذا السياق، لأن حماس ترى أنها خسرت أرواح قيادات، أنها تم تدمير يعني من حوالي 75-80% من البنية التحتية لقطاع غزة، وبالتالي لا تريد إكمال خسائرها، وإلا كانت قبلت بهذه الورقة بالخروج من قطاع غزة. النقطة الثالثة، وهي أن ليس هناك ضمانات مع إسرائيل في حال خروج هؤلاء الكوادر إلا يتم استهدافهم سواء في الأراضي الفلسطينية أو خارج الدولة الأراضي الفلسطينية في دول أخرى، لأن إسرائيل على لسان قيادتها السياسية وأجهزتها الأمنية ترى أنه من الأنسب مواصلة القضاء على هؤلاء الأشخاص الذين تعتبرهم إرهابيين في هذا السياق. النقطة الرابعة، ترى أن لابد أن التكلفة التي تكبدها الفلسطينيون وليس فقط المسلحين الحمسويين لابد أن تنطوي على تحقيق ما في هذا السياق، وبالتالي ترى حماس أن أقل قدر من ما يتم تحقيقه هو وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من كافة القطاع وعودة النازحين إلى أماكنهم، على الرغم من أنه سوف يعود إلى أماكن تم تدميرها وبنية تحتية تم استهدافها وعوائل تم نزوحها، بما يشير إلى أن حماس تقبل بالخيارات الأقل سوءا، وبالتالي في حال قبولها بمبدأ الخروج يعني ذلك كتابة شهادة وفاة لحركة حماس إلى الأبد.